السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مساء الخير يا مصر. مساء الخير على مصر، علينا كلنا. مساء الخير يا إبراهيم. مساء الخير همات، مساء الخير مشاهدينا الكرام، وتحية لكم جميعا في كل مكان، وأهلا بكم وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. هذا البرنامج الذي تعودنا فيه نناقش ونحلل ونقترب أكثر من أهم وأجرأ القضايا والملفات المطروحة على الساحة المصرية والعربية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا، يمكن الفترة اللي فاتت حاجة حصلت هزت المجتمع المصري وكان حديث السوشيال ميديا، هي الخيانة الزوجية. طبعا فكرة الخيانة الزوجية فكرة موجودة على مر العصور، وهي يعني صفة إنسانية ممكن تكون موجودة في ناس كتير، لكن النهاردة عايزين نعرف أسباب الخيانة الزوجية، وأيضا عايزين نعرف أسباب السيكولوجية والأسباب الاجتماعية اللي بتؤدي لهذا الأمر، وكمان رأي الدين في حديث شريف عامل إثارة مهمة كتير كبيرة جدا في المجتمع، الولد للفراش. طبعا لما نعرف ان من ضمن الاخبار اللي معانا ان يقدر عدد قضايا اثبات النسب في مصر بحوالي 15,000 قضية وفقا لتصريحات المستشار حسن منصور نائب رئيس المحاكم الشرعية، ده طبعا خبر يخض. وكان ايضا تخيلوا حضراتكم من ايام الوزير المحترم الدكتور حاتم الجبلي ولما كان وزير الصحة اعلن وقتها، تخيلوا الكلام ده 96، في تصريحات صحفية أن مراكز رعاية الأطفال مجهولة النسب استقبلت 17,000 طفل خلال الفترة الممتدة من 96 ل 2009، وهذه المراكز البالغ عددها كان تخيلوا 33 مركز على مستوى الجمهورية. إذن الأمر مهم جدا ومحتاج وقفة، ومحتاجين أننا نقف على رأي الدين ورأي الشرع والقانون. هنشوف الفيديو ده ونرجع تاني. بصراحة لان انت اللي تستحق تلبس طرحه وتمشي موطي في الارض، لان انت اللي مكتوب على جبينك الديوس. اللي سافر وساب مراته وهي عارفه ان هي معاشره واحد تاني وعلى علاقه بواحد تاني، ها، وسافر عشان ارباحه السنويه وعشان هيترقى والترقيه هتجيب له 27,000 جنيه في الشهر. وبقول لك اهو في الفيديو، واعرضه والناس كلها هتشوفه، ووديه النيابه، ووديه في وقت الحته اللي انت عايز تروح توديها. انت مش هتعرف توصل لي، انا في ظهرك أبشوفك وهفضل أشوفك، وأنا اللي هفضل شايفاك مش أنت. لكن أنت المفروض يا محمد هادي تلبس طرحة وتمشي بطرحة، لأنك عارف أنك مش راجل، لأن مفيش راجل في الدنيا بيعمل اللي أنت عملته ده أو هيعمل اللي أنت عملته ده. وأنا عيالي اللي أنت تبرأت منهم اللي هم عيالك. طبعا مشاهدينا الكرام، زي ما تابعنا هذه السيدة بتبرر بخطأ للأسف الشديد. طبعا حضراتكم أثير في الرأي العام الفترة اللي فاتت قضية هذا الرجل اللي فوجئ أن أبنائه التلاتة بعد تحليل الدي إن إيه وجد أن هما مش أبنائه، وبالتالي مراته أو زوجته للأسف الشديد اللي خانته وهو مسافر. طبعا احنا لا ننفي ولا نؤكد، لأن دي حاجات طبعا يعلمها الله سبحانه وتعالى. احنا فيها هنتكلم في الموضوع، ممكن الدي إن إيه يتم التلاعب فيه. أيوة طبعا أحد القضاة المحترمين وقال الكلام ده، ان المحاكم المصريه لا تعتد بهذه الامور بسبب لان الخطا وارد بنسبه 2%. هنسمع راي الراجل ايضا، ولكن طبعا هي بتحاول تثبت العكس. انا عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا، ان فكره الدراسات الاجتماعيه اللي تمت على الخيانات الزوجيه كانت كبيره جدا، وكان لها اسباب. يعني اول سبب هو قله الوازع الديني، واتفق نسبة كبيرة جدا من الأزواج على أن بعد عمل إحصائية أن الوازع الديني مهم جدا، وأن قلته بيكون سبب أو يعني بيؤدي إلى هذا الأمر. الحاجة الثانية هي الطلاق العاطفي، فكرة أن يعني اجتمع الآراء على أن الحالة اللي بتبقى موجود فيها الأسرة من ما فيش علاقات ما بين الاثنين، ومجرد العلاقة علاقة هيكل بيت، ودي بتكون من الأسباب اللي بتؤثر على هذا الأمر. كمان التصدع والتفكك المجتمعي، والتصدع اللي هو بيكون خناقات وبيكون مسألة الضرب والعنف وكل هذه الأشكال، بتكون من الأسباب التي تؤثر على الخيانات الزوجية. الخيانة الزوجية مش مرتبطة برجل أو مرتبطة بامرأة، مرتبطة بالإنسان اللي هو رجل وامرأة. طبعا هناخد رأي دين. اسمحوا لنا مشاهدينا الكرام، معنا ومعكم على الهواء مباشرة السيد المحترم فضيلة الشيخ الدكتور فرج العدلي من علماء الأزهر والشريف. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا يا دكتور. اهلا وسهلا بحضراتكم، ويا مرحبا دكتور فرج. اهلا وسهلا، يا مرحبا بحضرتك، واهلا وسهلا استاذ ابراهيم. دكتور فرج معانا؟ ايوه مع حضرتك. اهلا بيك دكتور فرج. طبعا القضيه التي اثيرت على الساحه الفتره الماضيه، وهي الاب الذي فوجئ بان اولاده الثلاثه بعد تحليل الدي ان ايه مش ابنائه.
طبعا كان ليك سعادتك تعليق على صفحه على الفيسبوك الحقيقه، وده اللي خلاني اتواصل مع حضرتك. راي الدين في هذا الامر ايه؟ اولا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. هذه القضيه احد الناس تكلم فيها بدون علم واتهم الشريعه الاسلاميه اتهامات باطله. أيوة. وقال بأن الشريعة تجعل الزوج يربي أبناء الزنا ويرعى وينفق على المرأة التي ثبت منها ذلك. وإيه حكته في الكلام ده؟ إن القاضي الجليل والقاضي المحترم لم يأخذ بتحليل الدي إن إيه أو الحمض النووي أو البصمة الوراثية. تمام. وطبعا القاضي الجليل المحترم لم يأخذ بهذا الأمر لعدة أسباب. أيوه. أولا لأن هذه التحاليل وارد عليها الخطأ. صحيح. وكم من تحاليل أظهرت نتائج ونسبت لغير أهلها أو تم التلاعب فيها. وارد. أو كانت هناك رشاوة وتبديل للنتائج. فلا يجوز أن نعتمد على هذا التحليل في هذه الجريمة الكبرى. أنت حضرتك عندك بالتحليل ده عايز تنفي نسب ثلاث أولاد. أيوة. وتتهم امرأة بالزنا والعياذ بالله، وتفضح هذه المرأة وتفضح أهلها، لكن الشريعة الإسلامية لها أدلتها. صحيح. لو هو فتح القرآن الكريم وبص في أول صفحة في سورة النور هيلاقي الكلام عن الزنا، ويلاقي الكلام عن القذف، ويلاقي الكلام عن نفي الولد إذا ما كانش عنده شهود. وادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله الملاعنة. أيوة. انت ده مش ابنك؟ اه. يبقى تلاعن وتحلف بالله ولعنة الله عليك ان كنت كاذب، وكذلك المرأة تفعل ذلك. اول ما يتم الملاعنة يفرق بين الزوجين. تمام. الشريعة ما قالتلوش يراعيها ولا حاجة ولا ينفق عليها غصب عنه ولا حاجة، يفرق بينهما. ممكن حضرتك ممكن سؤال او نسترجع فيه كده من السنه النبويه، فتره عمر بن الخطاب عندما وجد ان هناك بعض من الابناء يشبهون ابائهم، فدعا كل يعني قال استجلبوهم، يعني كل واحد ياخد الابن اللي هو شبهه، والفكره دي قالوا انها في الجاهليه ولم ياخذوا بيها. في ائمه اخرين صحابه، معذره صحابه اخرين في كتاب المغني اتكلموا عن فكره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الولد للفراش كان بعد حادثه سعد بن ابي وقاص واخيه عتبه، عندما قرب يعني توفى حضر الحضاره المنيه واعترف لاخيه بان له ابن من زوجه احد سادات قريش، وعندما راه سعد بن ابي وقاص في سن الثمانيه كان شبه اخيه تماما، فذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان هذا ابن اخي. في حكمين، حته بس هقولها بس لسيادته، ان في حكمين، في جزئين النبي صلى الله عليه وسلم قالهم. اولا قال ان هو للفراش، بمعنى ان هو لما جه جابوا ابنه اللي هو يعني ابن ابيه، فقال ان هو ابن ابي وان هو لفراش ابي، اتت بيه على فراش ابي. الحاجه الثانيه طلب من سوده النبي صلى الله عليه وسلم ان تحتجب من هذا. معنى كده، معنى كده ان الامر فيه تناقض ما بين الاثنين. طب احنا ليه ما اذا في الوقت الفتره الزمنيه دي ما كانش فيه دي ان ايه؟ اذا كان فيه تحليل دي ان ايه قاطع وبيؤكد تماما ان هذا الولد مش ابنه، ويتعمل اكتر من تحليل في الحاله دي ينسب لابيه، لماذا تتحمله الام فقط؟ لماذا ينسب لامه؟ تمام. فاصل قصير ونعود اليكم ونكمل مع فضل الشيخ فرج العدلي. فاصل قصير ونعود اليكم، ابقوا معنا مشاهدينا الكرام. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وكنا بنستكمل مع حضراتكم راي الدين في موضوع الدي ان ايه والاعتراف بالدي ان ايه، وما زال معنا فضيله عالمنا المحترم فضيله الشيخ الدكتور فرج العدلي من علماء الازهر والشريف. اهلا وسهلا دكتور. اهلا بحضرتك استاذ ابراهيم. اتمنى سعادتك تكون سمعت السؤال، يعني تعالى شو زهمنا. حضرتك سمعت السؤال؟ نعم. اتفضل يا فندم. محتاجين راي حضرتك.
اتفضلي يا فندم. انا بس محتاجه اوصل لنقطه معينه، اذا ثبت تماما بجهه محايده وتاكد تام ان بتحليل الدي ان ايه اللي هو دلوقتي اصبح فاصل علمي نعرف منه، زمان ايام الرسول كان بالشبه يعرفونه بالشبه، لكن دلوقتي خلاص ايام عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب وقالوا ان دي في الجاهليه، قال لك كل واحد ده شبهه يستخلفه خلاص ياخده. اذا في 8 من الصحابه اتكلموا في هذا الامر في كتاب المغني، فمعنى كده ان في فرصه عندنا ان احنا نرجع الابن لابيه، لماء ابيه. حضرتك هل ممكن ان احنا يعني يكون ده وارد في ان احنا نتصوره، حتى لا نهاجم بان الاسلام بهذا الشكل واحنا عندنا جزء بيقول ان لا ممكن؟ تمام. طيب هو الاول انا عايز اتكلم في حاجه بتاعت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ايوه. دول كانوا ولدين وهما الاثنين منسوبين كل واحد لابيه. لكن اتبدلوا. دي بتقول ده ابني وده بتقول ده ابني. الاثنين ابوهم معروف وامهم معروفه. لكن اختلطوا ببعض. فنعمل ايه؟ ما هي الوسيله المتبعة في العصر الجاهلي لتمييز الولد؟ قال لك تعالى هنشوف جسم ده مطابق لجسم مين في الأبوين. فلقيوا في واحد متطابق مع واحد والتاني في شبه كبير جدا بده. الموضوع هنا إثبات وليس نافي. الموضوع هنا فرز ده ولا ده. لكن حتى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما كان سيدنا اسامه بن زيد اسود وزيد بن حارثه ابيض، ومع ان زيد ما انكرهوش بس كان في ناس بيلمزوا بعض يقولوا ايه ده مش ابنه، فدخل واحد من الاعراب لقى الاثنين نايمين ومعريين رجليهم فقال سبحان الله هذا اسود وهذا ابيض لكن هذا من ذاك. تمام. ده الرجلين طالعه من بعض. فهنا سيدنا النبي عليه السلام لم يثبت ولم ينفي لكن فرح بالموضوع ده. فهنا ينفع نثبت بيها ايوه، لكن ناخد التحليل ده اللي مش مشكوك فيه على فكره كتحليل بالظبط، لكن حضرتك لو رجعت للمعامل وقلت له في اخطاء بتحصل يقول لك انا ساعات بد عينه واحد والعياذ بالله عنده السرطان لواحد ما عندوش. وارد الخطأ، وارد الخطأ، لكن إذا تواجد مكان محدد ومحايد وتشرف عليه الدولة بصرامة وبشدة لهذا الأمر، ويبتدي في الحالة دي إن كل مش بس اللي بتكون متزوجة، احنا بنتكلم على حتى اللي هي البنت اللي بتقع تحت هذا الأمر وبيكون في وبيبقى عارفة أبوه مين وما تقدرش إنها تديله تاخد الولد ياخد اسم أبوه. ألو؟ طيب شكرا جزيلا للسيد محترم فضيل الشيخ دكتور فرج العدلي من علماء الازهر الشريف ووزاره الاوقاف، شكرا جزيلا لحضرتك. ويمكن طبعا القصه المعروفه قصه سيدنا علي ابن ابي طالب عندما كان يمر على من؟ على امير المؤمنين عمر بن الخطاب في سيده كان سيقام عليها الحد لانها ولدت بعد 6 اشهر. أيوة. وهنا هيقام عليها الحد. فسيدنا عمر جه سيدنا علي مر عليهم قالوا بل من كتاب الله، قال أمن سنة رسول الله من كتاب الله، قال من كتاب الله، وقال وحمله وفصاله 30 شهرا، وهناك في آية وفصاله في عامين، شيل ده من ده يبقى كام؟ 6 شهور. إذا يجوز المرأة أن تحمل وتلد بعد 6 أشهر. هنا القضاء قال إذا كان الزوج شك إن هي ولدت بعد 6 شهور من الزواج يحق لي كزوج أن يثبت ذلك. لكن هنا القضية بتاعتنا قضية مختلفة تماما. وعموما رأي القانون مهم جدا. يمكن معانا السيد المحترم سعاده المستشار دكتور حسين حموده المحامي بالنقد. اهلا وسهلا سعاده المستشار. اهلا وسهلا يا فندم. سيادتك ابراهيم بيه. تحياتي لسعادتك طبعا. ونحن نناقش موضوع الدي ان ايه ولماذا لا تعتد المحاكم المصريه بتحليل الدي ان ايه رغم ثبوته وقطعيته. تمام. هو بس بداية اي شيء في تقنيه علميه بيكون برضو مع مرور الوقت قد يتضح بعد كده ان دي نظرية علمية قد يثبت عكسها. صحيح. علشان كده المحاكم بتتحوط بعض الشيء في انها تاخد الامور دي على اطلاقها. تمام. ولكن برضو المحاكم بتأخذ بها لما تكون معاها ادلة تانية، بمعنى ان في مثلا شهادة شهود
في تحريات مباحث ومعاها الدي ان ايه بيبقى ده قاطع وبتاخد دي المحاكم فعلا. تمام. لكن يعني على اطلاقه الدي ان ايه بمفرده لان دي حاجه تقنيه علميه قد تحتمل بعد كده زي النظريات العلميه. تمام. اللي ممكن يثبت عكسها بعد كده او ضعفها. جميل جميل. لكن بتاخذ المحاكم برضه، يعني مش معنى كده ان المحاكم يعني على اطلاقه ما بتاخدش بيها. تمام. طب سياده المستشار، حكم القانون في اذا ثبت او ثبت ان هذه الزوجه خائنه، الحكم القانوني عليها والحكم القانوني على الزوج، هل لا يوجد فعلا حكم قانوني اذا كان الزوج خائن وثبت هذا عليه؟ وليه الفرق؟ سؤال وجيه جدا. بالنسبه لخيانه الزوجه اللي هي بيعبر عنها شرعا وفقها وفقه قانوني بجريمه الزنا والعياذ بالله. دي جريمه لها ضوابط معينه وحط لها المشرع ضوابط وحط لها شروط قد تكون المشرع متشدد فيها بعض الشيء علشان دي تمس اعراض ناس. تمام. ولكن لما بتثبت على الزوجه بيكون في ادانه ليها وفي عقوبه سالبة للحرية لها وللشريك. لها وللشريك. لكن الشق الثاني من سؤال حضرتك. الشق الثاني من سؤال حضرتك. أيوة. ان في حالة لو ان الزوج هو اللي خان. ايوه. القانون اشترط ان تكون هذه الخيانة في منزل الزوجية. الشرط الاساسي ان هو يكون في منزل الزوجية. شكرا جزيلا سعاده المستشار دكتور حسين حموده المحامي بالنقد والاداريه والدستوريه العليا. طبعا يهمنا راي الاجتماع وراي النفس. بالظبط. لان طبعا علم النفس هنا اعتقد ان تاثير النفسي على الزوجه على الزوج وايضا على الاولاد ده اللي يهمنا، ويمكن اتمنى يكون معانا مداخله من احد علماء علم النفس الان. بالزبط. لان طبعا المردود النفسي على الابناء مهم جدا. مهم جدا، وعايزين نوصل او نعرف السيكولوجيه او النفسيه اللي بتؤثر على الانسان حتى انه يخرج عن فطرته السليمه ويدخل في حاله الخيانه. لو معانا فعلا دلوقتي اتصال. بالظبط. لان طبعا انا بتكلم في العامل النفسي ليه؟ لان طبعا بعض الناس اللي زي ما حضرتك شفتوا الزوج طبعا بينكر، الزوج طبعا بيدين الزوجه، الزوجه بتنكر. طب من الضحيه في الاخر؟ الأولاد. وهذا هو الهدف. طيب معانا الاستاذ الدكتور عبد الله احمد، الاستاذ علم النفس بجامعه اكتوبر. اهلا وسهلا دكتور عبد الله السيد احمد. دكتور عبد الله السيد احمد اهلا وسهلا. طبعا علم طبعا دكتور، تحياتي لسعادتك. اهلا بيك. بتكلم مع سعادتك على التاثير النفسي في الخيانه الزوجيه، وطبعا هي الضحيه بيبقوا الابناء. ما هو تاثير النفسي دكتور بالنسبه للخيانة الزوجية وما يترتب عليها يعني؟ طبعا حضرتك اتفضل. معاك سامعينك يا فندم. حضرتك بالنسبة لل الو اتفضل. بالنسبة للخيانة الزوجية طبعا دي بتهدم الأسرة وليها آثار سلبية على الزوج وعلى الزوجة وعلى الأبناء. تمام. طبعا هي من نواحي شرعيه ومن نواحي دينيه هي بتعتبر حرام، وهي بتؤثر ايضا على حياه الاسره كلها. بالنسبه للزوج او بالنسبه للزوجه، وبتهدم الاسره هدما كاملا يعني. تمام. فبتبقى ليها اثار سلبيه وبينعكس اثارها على الابناء الابرياء الاطفال الصغيرين. طب يا فندم، لو حبينا نجيب المشكله من جذورها وحبينا نعرف الاسباب النفسيه اللي بتؤدي بالزوجه للخيانه ثم تؤدي ايضا بالزوج للخيانه. هو يعني في اسباب كثيره، منها التسايب الاسري، عدم معناه الزوج والزوجه، عدم الاحترام بين بعضهم او بعض. فكل هذه الاسباب بتؤدي الى مثل هذه الخيانه. ممكن الزوجه بتخون زوجها انتقاما منه، او ممكن تخونه اذا كانت هي غير سعيده في حياتها. ولكن هنا غياب الناحيه الدينيه بيؤثر تاثير كبير. عشان كده احنا بننصح الازواج بان هم دايما يعني بعلاقتهم بربنا كويسه مهما كانت ظروف صعبه. تمام. شكرا يا فندم. استاذ الدكتور عبد الله سيد احمد، استاذ علم النفس بجامعه اكتوبر، شكرا جزيلا لحضرتك نورتنا. طبعا بكده مشاهدينا الكرام احنا حاولنا نقترب من الموضوع الخيانه الزوجيه اسباب وحلول، عشان اتمنى تكون الرساله وصلت لحضرتكم، لان الهدف بتاعنا هو صالح الابناء.
بالظبط، احنا هدفنا كله صالح الابناء وان يكون الاسر المصريه عايشه حياه سعيده، لان الاسره هي النواه الاساسيه للمجتمع، فاذا صلحت صلح المجتمع ككل. نشكركم ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم في حلقه جديده من مساء الخير يا مصر. شكرا والى اللقاء. السلام عليكم.